الحاج عثمان متخرجه من الياشوسي عام 2007، عامله فينانس. تخرجت كان في بالي باش نجي نقعد تحت الحيطه ذا، متخرجه من الياشوسي ونجيت والله ما نقرا نهار. عندي 6 ايام اضرب جوا، وعندنا 3 سنين هنا قدام الولايه يوميا. نحن هنا ساكنين يوميا، معناها نجو يوميا قدام الولايه. هو معناها ديما يمعطل فينا، ديما يكذب علينا، معناها تو 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 تو، معناها كلها كلام، مش شفنا حتى شيء. ولينا صايي معناها حبست بينا، ما عادش ما عندناش حتى حل، ولينا دخلنا في اضراب جو. احنا تحركنا تو معناها العام الثالث واحنا نتحركوا، كانت معناها تحرك على مستوى وطني وجهوي، وكانت مطالبنا التشغيل. حبينا معناها يشوفونا ملفات العباده دي اللي خرجت طالبت بالتشغيل تتحل ملفاتها. كان ثم تفاوض وحوار جهويا وشافونا ملفاتنا، وعلى وكان فتره معناها جينا خيمنا لهنا، ومن بعد عملنا اتفاق كتابي على انه ثم اولويه لفتح ملفاتنا وحضور حتى في الاجتماعات معناها اللي تعنى بالتشغيل. لكن ما راعنا انه ثم تنكر في الفتره الاخيره، ثم تنكر الوعود هذه. رجعنا معناها ثم شكون ردت الفعل دخل في اضراب جوع تو لينا تو 11 يوم. ثم المطلقات، ثم الارامل، ثم العازبات، معناها مسؤولات على بوهم وامهم. ظروفنا معناها اللي لزنا على المر كان لمر منه. جايين لهنا 3 سنين وحنا نطالبوا ونطالبوا ونطالبوا، لا حياه لمن تنادي. سياسه المماطله، سياسه الحجره، سياسه اللامبالاه، مش مجيبنا بصغارنا بعائلاتنا، وكان كان ماناش عباد مستحقين بالحق نخدم. وفي الاخر يجي يقول لك سيد الوالي هاني فما معناها بعد الماراثون نتاع الاحتجاجات، يجي يقول لك هاني مقاييس. المقاييس اش فيه؟ فيها يلزمك تكون معناها يلزمك تكون عندك 4 ولا 5 في العائله ما يخدموش، يلزمك تكون عندك باش تجيب نقاط كبيره، يلزمك تكون عندك معاقين، يلزمك عندك عباد في كفاءتك، واللي ما عندهاش بورتون معناها ما تشملناش المقاييس هذه. اما كي تجي تدرسها حاله بحاله تلقاها عباد الكل طايحه من سلوك. ونحن ما طالبنا، عندنا مناظرات جهويه اللي هي الكوبانيه والبيئه والمجمع الكيميائي، تويك لها اكثر من 2 و3 لا شفنا لا نتائج لا مناظرات لا بلاغات. حتى البلاغات اللي طالبنا بها بوضوح معناها اعطونا تاريخ المناظره، ما رينا حتى شيء. اخرها معناها ثم هي البيئه هذه، معناها كل برنامج عملوه للعائلات اللي ما عندهاش حتى موطن شغل، واحنا هذه تتوفر فينا. في الايامات الاخيره ولت غيروا لها معناها حتى المطالب، معناها غيروا لها الصيغه القانونيه نتاعها ولت بالنقاط. انت كيفاش مجموعه من الفقراء تقول شكون افقر؟ احنا لا نطالبوا بالعداله الاجتماعيه. نحن رانا ماشيين للتصعيد وماناش مسايبين ليه البلاصه ذي الا وما يخدمنا ويخدمنا وفورا، خاطر حالاتنا ما عادش تستنى، ما عادش نجم نتحملوا. اديني راهو ما نلقاش باش نشرب خبز.